كانت المباراة النهائية، فاحنا نزلنا بكاميرا الكلاسيكو وكنا هناك وقابلنا عدد من أبطال مصر. هنطلع نشوف التقرير ده ثم فاصل، وبعد الفاصل كلام فني عن الأهلي، إزاي كولر بينجح النهاردة في قيادة الفريق للوصول به لنهائي دوري أبطال أفريقيا. ده هيكون مع ضيفي اللي مشرفني الناقد الرياضي سعيد علي. خليكم مع الكلاسيكو. اربع مصريين في نص النهائي، لانه زي ما حضرتك شفتي فيه يعني اجانب كتير جدا كويسين. طارق مؤمن قدر يتغلب على دييجو الياس اللي هو البيروفي اللي كان رقم واحد على العالم سابقا، كريم عبد الجواد امبارح قدر يتغلب على بول كول اللي هو رقم واحد على العالم سابقا. فالحقيقه الاجانب حاجه مشرفه برضو ان هم بيجوا مصر وبيلعبوا بالمستوى ده، بس الحقيقه اللي عمرو منسي بيعمله وطاقم العمل كله بتاع اي ايفنتس بيخلينا فعلا بنلعب بموت حلو، فبيخلينا نطلع احسن ما عندنا في وسط اهلنا، في وسط مدربينا، في وسط كل الناس اللي بنحبهم. فاتمنى ان شاء الله كل مره نلعب على ارض مصر وكمان اسبوعين في بطوله العالم على ارض مصر برضو نقدر يبقى نص نهائي مصري خالص يا رب. طبعا مباراه يعني كنت عارف واتكلمت مع مدربين بتوعي قبل الماتش، عارف ان هي مباراه طبعا فيزيكلي تبقى جامده قوي، و بالذات ان بول كسبني اخر خمس مرات، فالنهارده كان مختلف. النهارده كنت عايز اكسب طبعا وسط الجمهور، وفي وسط الجمهور طبعا في مصر، وفي الملعب ده طبعا وفي الجونه وكل الكلام ده كان مديني بوش طبعا اكتر ان انا اقدر ان انا ادوس من الاول خالص لحد اخر نقطه في الماتش. بص طبعا السكواش حته الرانكينج دي بتبقى يعني مش تبقى في الحسبان قوي، كلنا مستوانا قريب قوي من بعض. بول كان رقم واحد، انا كنت رقم واحد، دلوقتي حتى الناس اللي في جوه التوب 16 برضو لعيبه تقيله قوي، فحته الرانكينج دي بتبقى بره الحسبان شويه. ممكن بالذات ان احنا كان في الفتره اللي فاتت كان في اصابات كتير ولعيبه لسه راجعه من اصابات، كانت جوه التوب 4 وتوب 5 على العالم، دلوقتي ابتدت تاني نزلت شويه في الرانك، ابتدت ترجع تاني. ف بول طبعا لعيب جامد جدا، كنت عارف ان الماتش هيبقى تقيل. بطوله الجونه طبعا يعني عظيمه جدا، شكرا لكل القائمين عليها وعمرو منسي طبعا ان هو يعمل بطوله زي دي. بطوله انا كنت باجيها وانا صغير، يعني باجي انا واصحابي بنتفسح نتفرج على السكواش، كان حلمي في يوم من الايام ان انا يعني اخش الملعب ده وان اكون في فاينل، دي حاجه يعني كبيره ليا وبتمنى التوفيق للعيبه كلها. اكيد طبعا كل ماتش بيبقى صعب بالذات من اول دور الثمانية، يعني بتلعب احسن ثمانية على العالم، وانا واوليفيا لسه لاعبين فاينل بطولة كبيرة الاسبوع اللي فات، فما بيبقاش الموضوع اسهل حاجة طول الوقت، بس الحمد لله يعني قدرت اكسب 3-0 النهارده. اكيد طبعا بالذات اللي انا كنت جزء من البرزنتيشن اللي قدمناها للاولمبيكس، يعني كنت الاثليت ريبريزنتيف ل LA 2028، فده شرف كبير قوي ليا ان الاتحاد الدولي اختارني يعني ان انا ابقى بلعب الدور ده، فكان بالنسبه لنا احلى خبر سمعناه تقريبا. احنا كل طول الوقت هو ليه السكواش مش لعبه اولمبيه، الحمد لله هي السكواش طول حياتها تستاهل ان هي تبقى لعبه اولمبيه، بس بيبقى فيه حاجات تانية غير هي اللعبة قوية انوف ان هي تخش ولا لا، بيبقى في حاجات يعني لازم ناس تزق شوية ان اللعبة تخش، والحمد لله قدرنا يبقى عندنا كذا شخص مهم يعني في اللعبة ان هو بيحب اللعبة زي والتر فاميلي وزق ان الموضوع يخش، يعني الحمد لله.